هنطلع الفاصل دلوقتي وهنرجع بعد كده نتكلم عن ايه؟ ايه الباركور؟ بنك الحظ؟ لا الباركور. ونتكلم عن الباركور، خليكم معانا. بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم وشباب البلد، ودلوقتي هنتكلم عن رياضة مش ناس كتير تعرف عنها وهي رياضة الباركور. هي رياضة مختلفة وغريبة ومش سهل ان حد يدربها قوي، يعني هي بقى لها فترة بس مش ناس كتير تعرف عنها، ومعانا حازم ومعتز وهم يعرفونا اكتر بيها. ازيك حازم؟ حازم ومعتز اخوات. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ نبتدي بحازم ولا نبتدي بمعتز؟ طيب حازم، خليني اسألك في الاول، يعني ايه باركور؟ مبدئيا باركور هو ارت اوف موفمنت، فن الحركه، ان انا اتنقل من مكان لمكان يوزنج الاوبستكلز اللي حواليا اللي هي الطبيعيه جدا، ما بحاولش اعمل اجيب حاجه من بره، بان انا اروح من المكان لمكان ده بسرعه بسرعه وكفاءه كويسه. يعني زي مثلا ان احنا في زحمه وبتاع، مش هفضل مستني الزحمه، لا انا هنزل واكمل على طول. لو معايا عربيه اسيبها وامشي، مش هفضل يعني. هتسيب العربيه وتمشي؟ لا يعني انا بتكلم از اكزامبل يعني. طيب يعني لو انا عايز ليتس سي، لو انا عايز اروح مثلا من هنا لاخر الاستوديو، تمام، وفي بقى حيطه وفي شويه كراسي وشويه سلالم حاجات مكسره حاجات كده، انا هطلع فوق الكراسي وتنط كل حاجه ليها ستايل او حركه معينه يعني. اوكي، ولازم اعمل ده بسرعه معينه، يعني لازم اوصل لاخر الاستوديو في وقت معين. مش في وقت معين، الوقت اللي انت عايز توصله. انا عايز اوصل بسرعه. اوكي، زي مثلا انا عايز اوصل مروح البيت بالليل مثلا والباب مقفول، تمام، هنط اعمل ايه؟ مفيش حل. بس هيجي هتعمل ايه؟ هنط من فوق. هتنط من فوق انهي سور؟ السور البيت. اوكي. طب معتز، كنت عايز اسالكم دلوقتي، احنا قبل ما نرجع شفنا ان كل الحركات اللي بتعملوها حركات جمباز، فعايز اعرف اللي بيدخل الرياضه دي لازم يكون عنده اسس في الجمباز اصلا، ولا انتوا بتعلموه من الاول خالص وبعد كده يتعلم رياضه الباركور؟ الباركور مش لازم يبقى ليه، يعني مش لازم الواحد يبقى مثلا بروفيشنال ولا فليكسبل ولا حاجه. يعني الباركور منقسم لقسمين، باركور اللي هو باركور بيور باركور، يعني باركور سيرف، وفي الفري رانينج. الفري رانينج ده يعتبر فيه فليبس، يعني مثلا في مثلا يعني ممكن تعدي الحاجز ده بباركور، ممكن تعديه بفليبنج، ده اسمه فري رانينج. يعني فري رانينج انك تعديه بفليبنج، تمام. طب وانا هعمل فليبنج ازاي وانا مش فلكسبل؟ ماشي، يعني وانا مش مرن، هو الفلكسبيليتي بتاعت الجمباز احنا مش محتاجينها قوي، يعني الجمباز محتاجين فلكسبيليتي رهيبه طبعا عشان الحاجات اللي هي الخطر والحاجات اللي هي الرهيبه اللي بيعملوها، بس احنا بناخد بقى يعني حاجات اللي احنا عايزينه في باركور، بس يعني حاجات بسيطه يبقى تبقى فري ستايلنج، يبقى شكل حلو، مش محتاجين فلكسبيليتي قوي، مش محتاجين حاجات. ورغم ذلك احنا عندنا اللي بيتمرن بيجي له فلكسبيليتي دي من يعني. طب لو انا ما بعرفش ولا يعني، اصل انا زي ما شفت الفيديو انتوا بتتشقلبوا وبتعملوا حركات جمباز كومبليتلي، تمام، فلو انا ما عنديش ما بعرفش اعمل ده، هتعلموني وهبقى زيهم؟ احنا بنمسك الواحد بقى بيزك بقى يعني ليفلز كده، كل واحد ليفل يعديه، ما بنعندوش طبعا فوق الليفل الثاني غير لما يتظبط الليفل الاولاني وتستنج وبتاع، وبيبقى يعني مؤهل ان هو يعديه.
طيب حازم، من كام سنه مثلا؟ يعني انا عندي 28 سنه طيب. اقدر اتعلم باركور؟ اه تمام. هو كمان اكزامبل للناس اللي كانت بتيجي اعمار كبيره، كان في راجل كبير بيجي هو وابنه، هو عنده حاجه 50 سنه وبيجي هو وابنه. اوكي، فده اكبر دليل عندنا ان هو كل سن وكل حجم ليه التمرين بتاعه وليه الليفل التريننج بتاعه. يعني مثلا مش هينفع طفل صغير همرنه مع ناس كبيره، زي ان انا عندي الاوبستكل يعني نفس الارتفاع ده، لو طفل صغير مش عارف يعديه، لو راجل كبير الموضوع بالنسبه له سهل. حتى بس لو راجل تمرين كبير ومش مرن، يعني انا على ما اظن ان المرونه دي حاجه المفروض بتكتسبها من وانت صغير، فلو حد كبير طيب ازاي هتخليه يتخطى ان مثلا ممكن ظهره يوجعه وعموده الفقري مش عارف في ايه؟ ما احنا بنعديه بقى عن التريننج كتير بقى وتستنج وبتاع وفتنس وحاجات كده بتخليه بقى هو يبقى مؤهل انه يبقى يخش الليفل ده. وبعدين ما بنسيبش حد يخش الليفل كده عالي بدون ما يبقى فيه معاه حد، فيه كوتش واقف معاه بيبقى متدرب عليها كذا مره، يعني الموضوع بالنسبه له يعني مش أزمة. طب انا حاسه ان الرياضه ممكن يكون فيها عنف او تكون مش سهله على البنات ان هم يتضربوها، ففي اقبال من البنات على اللعبه دي ولا مينلي كلها اولاد؟ هي في اقبال من البنات، بس المشكله ان هي مينلي اولاد طبعا، بس في اقبال خفيف من البنات، بس المشكله ان الرياضه زي دي محتاجه فيتنس ليفل عالي شويه. تمام، مع احترام البنات كلها ما فيش بنات عندها الفيتنس ليفل الكويس قوي اللي ممكن يخليها كده. ماشي، في بنات بتلعب جمباز وفيتنس ليفل عالي، بس زي مثلا احنا اتمرنت وبقت كويسه جدا، في ناس بره عامه كويسين جدا، بس هتيجي تتمرن في الشارع لان اللعبه اصلا البيس بتاعها ان هي لعبه اوت دور مش اندور. اندور ده تريننج وايز بس. بس فتيجي هي تتمرن اوت دور تلاقي مشاكل. الولاد اصلا بنقابل مشاكل، ناس بتتخانق معانا، انت ليه بتتنطط؟ انت ليه بتجري؟ انت بتعمل كده ليه؟ فتخيل بقى البنت. طب الموضوع صعب شويه. اوكي، ايه كنت هتقولي يا فرح؟ كنت هسالهم يعني البنات قليلين اللي بيتدربوا معاكوا او لا كلها معظم؟ لا مفيش بنات، مفيش بنات، رياضه رجاليه. طيب لحد ما رياضه ذكوريه. طيب خليني اسالك، طب ليه بره بتقولوا ان لازم تمرنوا في فري سبيس وكده؟ طب ليه مش في نادي؟ ليه مش في ما لا اقول لك حاجه، حديقه؟ لا احنا ساعات بنلعب شويه في مش ملعب، يعني هو شويه جنينه كده مقفوله ولا حاجه. تمام، بنتمرن فيها يعني حاجات خفيفه اللي هي فري رننج العادي، انما كباركور انا محتاج اوبستكل، محتاج حواجز طبيعيه. فالحواجز الطبيعيه دي اللي هي ايه؟ سور، باب، عربيه، رصيف عالي، مش عارف حاجات كده اكزام يعني حاجات من دي. فانا علشان اتمرنها اوت دور الموضوع صعب، فانا ببدا استخدم حاجات الناس اللي هي ما ينفعش. والناس هنا ناس بتواجه اي حاجه جديده بعنف شويه، اللي هو انت بتعمل كده ليه؟ انت هتسرق حاجه؟ انت بتجري؟ اللي هو كل مره نتخانق. حتى كمان لقينا مكان في 15 مايو، مدينه بعيده. تمام، مكان مهجور ما فيش حد بيستغله خالص. احنا بدانا اللي هو بدانا نروح بقى نتمرن هناك، في شويه سلالم مكسره على طوب على حجره حاجات كده، بدانا نستخدم الاوبستكلز اللي حوالينا بس في اماكن معينه. بره انا كنت مسافر بره، مرنا في امريكا وكندا، كنت بدرس هناك، فلما مرنتهم الحياه بره هناك اسهل في الحته دي. يعني ما فيش حد بيواجه المشكله ان هو يتمرن في الشارع، انما لو اتمرنت في الشارع ده يوم ازرق. طب انتوا ما عندكوش مشاكل، بس ممكن الاهالي في البيت يعترضوا؟ يعني عشان انتوا بتدربوا شباب كلهم في سنكم، فانا عارفه ممكن ناس يتضايقوا او اهالي يقول لك انا ابني هيتشقلب. وي كل يعني انا شايف ان كل يعني انا شايف كل الرياضات ليها 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 يعني ليها الفكره بتاعت ان هو ممكن يتصاب والكلام ده. يعني الباركور ممكن تبقى من اقل الرياضات، يعني بص مثلا الكاراتيه كوره عاديه هتلاقي مثلا اصاباتها حاجيه ورباط صليبي والكلام ده. الباركور بقى بناخدها بيزكس بقى في يعني ليفلز كده، فالموضوع بيبقى جسمك واخد عليه وجسمك يبتدي بقى ياخد شكل مرونه وشكل عضلي كده، فالموضوع بيبقى احسن يعني من غير اصابات وكده. طبعا الاهالي كلها بتبقى ضد الموضوع ده طبعا، بس يعني في الاول بعد كده بقى بيشوف امه الاهالي اصلا بتشوف الموضوع نفسه كويس وبتاع يعني، وبعد كده بيفرحوا باولادهم يعني الموضوع يبقى كويس. طيب انتوا اصلا ايه اللي خلاكوا تبتدوا يعني ايه اللي عرفكوا اصلا الباركور دي؟ انا عمري ما سمعت عنها في حياتي. فايه اللي عرفكوا بيها وايه اللي خلاكوا تتمرنوها لغايه ما وصلتوا ان انتوا بقيتوا ترينرز او مدربين؟ تمام، انا الموضوع ابتدى معايا من احنا صغيرين. احنا صغيرين جدا، الواحد طبيعته اصلا ان هو صغير بيفضل يتنطط على الكراسي والكنب والحاجات دي طبيعه فيه، بس انا ما كنتش عارف ان هي اصلا رياضه. تمام، بعد كده لما كبرت فشفت فيلم اسمه ياما كاسي، ده فريق في فرنسا، شفته في 2007 او 2006 حاجه كده، فبدات انا انط بقى لوحدي، بدات انا اعمل كل يعني العب
العب وخلاص من غير ما اعرفش انها رياضه اصلا. بس فبدات اتمرن، مش هتمرن هو مش شكل تمرين، هو لعب عادي في الشارع. بس اصابات في اصابات، بدات برضو اصرار ان انا اكمل. بعد كده اكتشفت ان في فريق اسمه باركور ايجيبت، يعني بس هو كان فريق لسه ما تاسسش كبير، يعني هو كان لسه صغير جدا، وكان بداوا التمرينه بتاعتهم. فقابلنا بعض وثرو الفيسبوك برضو كلنا قابلنا وعملتوا تيم، وعملنا تيم. وبعد كده بعد سنين بقى فتره عملنا تيم وناس بدات تيجي، وعندنا كذا فرع دلوقتي. هنكمل كلامنا بس ناخد تليفون نرمين من القاهره. الو الو هاي هاي نرمين، هاي ازيك عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. هو انا عندي سؤالين. طب احنا عندنا سؤال ليكي الاول. شور، لو عندك قدره خارقه هتكون ايه وليه؟ هو هيبقى الناس التانية اللي حواليا عندهم برضو قدرات؟ لا، انت اللي عندك قدرة خارقة واحدة، سوبر باور. لو انا اقدر اختار يبقى ان انا امتص قدرات الناس التانية، بس لو ما حدش تاني عنده يبقى ان انا اطير. انك تطيري. اه اوكي، طب يلا قولي لنا انت بقى السؤالين اللي عندك. اوكي. او ليه؟ لا ليه عايزة تطيري ليه؟ هو حاجة يعني احساس طبيعي، يعني هي دي الحاجة الوحيدة اللي لسه مش اتشيف باي تكنولوجي، يعني في متناول الناس. يعني لو انا عايزه اتنفس تحت الميه، طب ما انا ممكن اعمل دايفنج. لو انا عايزه تكوني انفيزبل مش هتقدري، يعني انا اخترت. انت شكلك مش بتفرجي من اول حلقه، انا في الاول قلت ان انا عايزه ابقى انفيزبل. قلت عشان تروح تقضي يوم مع اليسا. ما حصلش، دي تتبالي عليا. طب ما دي حاجه لسه ما قدرناش نعملها. لا مش دي معنى حاجه حلوه برضه، بس مش هبقى حابه ان انا اسمع الناس اللي حواليا بتتكلم، الناس اللي بيتكلموا عليا مثلا، ناس بحبهم قوي يتكلموا عليا وحش. أوكي. مش هبقى عايزه اعرف يعني يعني تمام. عايزه برضه في حاجات باتر انون كده الواحد ما يعرفهاش. تمام. طب نرمين، ممكن سبب انك عايزه تطيري علشان الزحمه يعني توصلي الاماكن؟ طبعا اكيد. انا اصلا بطلت سواقه من كتر الزحمه والناس عصبيه جدا في السواقه. فلو الواحد هيطير وكمان هسافر اي حته اصلا، مفيش لا تيكتس ولا طيران ولا وات ايفر. يعني على فكره انا لو انفيزبل هركب على طيارات من غير ما شركات الطيران تعرف. طب يلا نرمين. طب نرمين اتفضلي اسالينا سؤالين. مبدئيا عايزه اسالهم هو امتى، يعني لو انا عايزه اخلي ابني يبتدي يتعلم حاجه زي باركور، عايزه اعرف امتى السن اللي يبتدي الفلكسبيليتي فيه ان انا ادخله يتعلم حاجه زي كده؟ عشان it's very interesting، بس اكيد محتاجه ان يبقى ليه وزن معين وflexibility معينه. تمام. وتاني حاجه؟ تاني حاجه هي ساره ليه مش النهارده موجوده على البرنامج؟ علشان ساره هتبقى ان شاء الله موجوده بكره وانا مش هبقى موجود بكره. بجد؟ ما احنا عايزاكم كلكم. احنا بنبدل. واقول لك حاجه هتزعلك جدا دلوقتي حصلت يا نيفين. ايه؟ ان انا لما قلت ان انا مش هبقى موجود بكره المخرج قال لي الحمد لله. ياه نتنا. شفتي يا محبوب ازاي؟ نيفين بشكرك جدا. بشكرك جدا على التليفون، ربنا يخلي لك ابنك معتز. معتز وحاسب. طب معلش انا اسف، معانا تليفون الاول. احمد، احمد مساء الخير. يا احمد. الو. احمد خلاص التليفون قطع. طيب. هو مبدئيا كاي رياضه عاديه، يعني اللي هو حوالي 6-7 سنين مش هبدا اعمل له حاجات، مش هبدا امرنه او احطه فتمرين قاسي ان هو صغير، يعني هو 6-7 سنين كويس قوي سن ان هو ممكن يبتدي دي. طب يقدروا يقدموا فيها ازاي او كده؟ احنا لينا فان بيج على الفيسبوك اسمها باركور ايجيبت بس، فهي بي اي ار كي او يو ار ايجيبت، لازقين في بعض صح؟ لا في سبيس. في سبيس؟ اوكي تمام. بس دي الفان بيج بتاعتنا، اي حاجه معلومه عن فيها يعني. تمام، ميرسي جدا يا معتز، ميرسي يا حازم، نورتونا. وهنسيبكم دلوقتي ونرجع لكم بعد الفاصل، ومكملين فقراتنا معاكم في شباب البلد. استنونا.